نجح المصري في تحقيق الفوز بهدف نظيف على وادي دجلة في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن الأسبوع الأول من مباريات الدوري الممتاز. سجل أحمد جمعة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46 من ركلة جزاء، وقاد مدرب وادي دجلة أحمد حسام فريقه من المدرجات لإيقافه نتيجة معاقبته عقب لقاء النادي الأهلي في كأس مصر، كما تعرض محمد شوقي مساعده للطرد قبل نهاية اللقاء لاعتراضه على حكم المباراة.